اعتدري والله العظيم والله بدون مبالغه شفت الحين نقاشنا باكر راح نسال يعني لما قعدت بالمونتاج حوشني اوه سولفنا عن كذي اوه انا قلت كذي لهالدرجه انا دائما اقول ترى بالعياده اول ما بلشت كنت انا شخصيا لما اشوف الناس اللي يوني بالعياده كبار بالعمر اللي فيهم سكر ضغط كوليسترول اللي فيه زهايمر الحين عادي اشوف واحد 19 سنه سكري زي من وين قاعد قاعدين بسبب اللايف ستايل مالهم يعني قلة حركة تغذية مالتهم داشة شوي بالطوفة هذه الأمراض المزمنة هل هي مميتة؟ نية على هذا السؤال لا إذا تحكمت فيها ماذا حتى السكري تدري أنت من تغذية ورياضة يروح منك صفر يروح بشرط أنك تلتزم يكون لايف ستايل نفس الكلام على الضغط نفس الكلام على الأمراض المزمنة كلها اللهم بس الزهايمر لأن وظائف العقلية إذا تراجعت ما ترجع مرة ثانية خضعتني لحظة أنا خفت الحين إن شاء الله أنت ما فيك شيء مصر أنت من الأساس ما فيك شيء لا توسوس الحين النسيان غير عن الزهايمر إن الزهايمر يلخبط بالأعداد يعني عادي تقول عد من واحد للعشرة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس سبعة عشر يبدأ شوي يلخبط بالأعداد لا أوكي هذا ما فيني بعدين يبدأ التركيز عنده يصير محي إن أنت دشيت بموضوع هو يدخلك بموضوع ثاني أو بس عاد لا تشوف هذا اللي أقولك لا توسوسون بين أنا مو مركز في إن في موضوع ببالي أنا قاعد أفكر فيه فنسيت البوينت أي أنا أحس أنت وضعك صراحة طبيعي زايمر ترى مو وياك غالبا مو وياك ومو بعالمك يعني إحنا قاعد نتكلم هو يمكن عالم ثاني يمكن قاعد يفكر شيء ثاني عشان همنا الناس لا تفهم غلط وتروح علينا فيني زهايمر عادي طالب وبالمدرسه واحنا مثلا قاعد نتناقش اسمع المقابله قاعد يفكر شنو بتغدى اليوم هذا مو زهايمر ترى لا انا ارتحت الحين شويه لا ما فيك بس شنو في تحليل اسوي حق زهايمر ولا شوف ليش ما ودي تروح حق دكاتره بهالموضوع بعض الدكاتره مو الكل كاي مجال اي واحد يبي يمسك فيه فانت شنو فيك بوادر تعال اعطيك الدواء وامسك شهر رايح راد انت نفسيا تتاثر ويصير فيك فعليا بسبب عامل نفسي برافو عليك فحلها خلنا نقول اول شيء اذا انت نفسي مثلا حلها اول شيء تغذيه عدل اكلك رياضه للحين المشكله موجوده راجع بس هم لا تسلم نفسك على طول برافو عليك 10 من 10 صح ممتاز 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 جدا حلو لا تحاتي ما فيك شيء ما فيك شيء لا تحاتي